السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. توقفت سيارة النقل العمومي القادمة من سوق ثلاثاء بنيوكيل في شارع غنيم عند مدخل زنقة سبتة. نزلت امرأة يبدو من هيئتها انها ليست من المنطقة، كانت في يدها حقيبة امتزج فيها الأسود والأحمر. توقفت قليلا وكأنها تسترجع الأنفاس أو لعلها كانت تفكر في أمر ما، ثم دخلت زنقة سبتة. ذاك 16 من أبريل من العام 2000 انفض باكرا سوق ثلاثاء بنيوكيل. يعمل الهاشمي سائقا لسيارة النقل العمومي منذ عدة سنوات، ويكاد يعرف كل زبنائه بأسمائهم. ربما ذلك ما دفع أحدهم إلى سؤاله بعيد انطلاق السيارة عمن تكون تلك المرأة، ولكنه فاجأهم بأنه لم يرها من قبل. ظن البعض أنها معلمة في مدرسة في المناطق المحيطة بالفقيه بن صالح أو ممرضة حديثة الالتحاق بالمدينة. ظلت أسئلتهم بلا جواب ولم يتمكنوا مما يشفي غليلهم. لم يستغرب الهاشمي فضولهم فقد اعتاد على ذلك. لما بلغ المحطة الأخيرة في رحلته جاءه أحدهم بمحفظة صغيرة، قال إنه عثر عليها على كرسي في خلفية الحافلة. ظل الرجل واقفا ينظر ما الذي سيفعله الهاشمي. لم يدعه ينتظر طويلا، فتح المحفظة وأراه ما بالداخل. هي أوراق بها أختام لم يتبين لمن تعود. يعلم الهاشمي أن ما يهم الذي جاءه بالمحفظة أن يتثبت من أنها لا تحتوي على أوراق نقدية. طمأنه بأنه سيسلمها إلى مصلحة المفقودات في مفوضية الشرطة. اعتاد الهاشمي على التوجه إلى مقهى في حي الفرح حيث يلتقي أصدقاء له، ومنهم صاحب سيارة النقل. كل مساء يلتقيان في ذلك المقهى لساعة حساب، بعدها يتناولان شاي رفقة أصدقاء آخرين، وغالبا ما يشاركان في جولة من لعبة الورق. لقاؤه ذاك المساء أنساه المحفظة التي عثر عليها أحد زبنائه. لما تذكرها حوقل واستغفر الله. كانت الساعة تقترب من 8 مساء. قرر أن يتدارك الأمر وأن يكون أول ما سيقوم به في الغد تسليم تلك المحفظة إلى قسم الأشياء المفقودة في مفوضية الشرطة. في البيت دفعه فضوله إلى محاولة قراءة ما في تلك الأوراق. كانت إحدى الوثائق فيما فهمه عقد بيع قطعة أرضية حدد موقعها في دوار حماد عمر القريب من سوق ثلاثاء بنيوكيل. البائع رجل اسمه عبد الله لم يتمكن من قراءة اسمه العائلي، والمشترية امرأة اسمها حادة الغزلون الساكنة في سطات. في العقد أنها مزدادة في العام 67 900 و1000. لم يمض الرجل أبعد من ذلك، باقي الأوراق نسخ لوثائق كتب أغلبها بغير العربية. لم يكن قد سمع من قبل هو ابن الفقيه بن صالح بعائلة اسمها الغزلون. لم يرى أهمية للنبش أعمق في هذا الأمر. غدا حين سيمر بالقرب من الكوميسارية سيسلمهم تلك المحفظة بما فيها وسيذهب إلى عمله. كانت زوجته تتابع تصفحه تلك الأوراق، وقد أبلغها بحقيقتها قبل أن تسأله، ولكنه تحاشى الكشف عن هوية صاحبة تلك المحفظة المفقودة حتى لا يوقظ غيرتها. صحيح أنه الآن في 45، صحيح أنه أب لثلاثة أولاد وبنتين، ومع ذلك فإن زوجته كثيرا ما أبانت عن غيرتها، تقول له إنها تخشى أن تخطفه منها أخرى. كان يرد كل ما قالت كلاما مثل ذلك بضحكة يستغرق فيها. صباح 17 من أبريل من العام 2000 استيقظ الهاشمي باكرا كدأبه. صلى الصبح، تناول فطوره وخرج إلى موقف السيارات. كان الحارس الليلي هناك في براكته يعد شاي الصباح. أدار الهاشمي المحرك لتسخينه
ثم تقدم نحو الحارس. اعتاد الرجلان على دردشة تستمر 10 إلى 15 دقيقة، في نهايتها تكون قد اكتملت في نظر الهاشمي عملية تسخين محرك الحافلة. ودعه وانطلق. لم ينس موعده الأول في ذلك اليوم، الكوميسارية. توقف غير بعيد ودلف إلى الداخل. دله الشرطي الذي كان واقفا بالباب على مكتب الأشياء المفقودة. أدلى باسمه وعنوانه وهو يسلم المحفظة، ثم انطلق إلى عمله. بالنسبة إليه فإن الأمر انتهى. ربما ستأتي المرأة لتسأل عما ضاع منها، وحين ستجد ما ضاع منها حتما ستوقن بأن البلد بخير. أمضى الهاشمي نهاره في رحلات بين الفقيه بن صالح ودواوير قريبة، وفي المساء كدأبه جاء إلى موعده اليومي في ذلك المقهى في حي الفرح. لم يختلف ذلك المساء عن سابقيه. تفرق الأصدقاء. غدا يوم آخر سيبدأ، سيكون الأخير قبل العطلة الأسبوعية التي اختار أن تكون يوم الجمعة. صباح الخميس 18 أبريل تناول الهاشمي فطوره ومضى إلى موقف السيارات القريب من سكنه. الحارس في كوخه. يومها بدأ حديثه عن تلك المرأة التي عثر عليها فاقدة الوعي على جانب الطريق غير بعيد عن أولاد يحيى. لم يكن الهاشمي يعلم. قال له حارس السيارات إنها اكتشفت في الليلة الماضية. قال إنها كانت شبه عارية، ملابسها ممزقة. استنتج أنها تعرضت لاعتداء. قال الحارس إن أحد زبناء موقف السيارات حكى له عن ذلك. إذا صح ما قاله حارس موقف السيارات فإنها ستكون من تلك المرات النادرة التي يحدث فيها اعتداء مثل هذا في الفقيه بن صالح. مضى الهاشمي إلى حال سبيله، ولكنه بينما كان مارا بشارع فلسطين استوقفته دورية للشرطة. كان في الحافلة زبائن من أولاد مبارك بن شكدال ومن أولاد العيش الغربيين. أبلغ بأنه مطلوب إلى الكوميسارية، ولأنه معروف سكنه ومهنته فقد سمح له بإبلاغ زبائنه وجهاتهم والحضور مباشرة بعد ذلك إلى المفوضية. لم يكن يعلم سبب استدعائه، ولا الشرطي الذي أخبره أبلغه بالسبب. في كل الأحوال يظن الهاشمي أنه لم يرتكب مخالفة ولا جرما، ولا داعي للقلق إذن. كانت الساعة تقترب من 11 لما أوقف حافلته في مكان غير بعيد عن الكوميسارية. أغلق الأبواب ودخل إلى المفوضية. قال للشرطي الذي بالباب إنه طلب منه الحضور لأمر لا يعرفه. غاب الشرطي في مكتب وخرج. قال له إن الرئيس يريد أن يراك. لما أدخل أراه صورة امرأة بدا له أنها أخذت لها وهي على سرير في المستشفى، عيناها مغمضتان. دقق فيها النظر. سئل عما إذا سبق له أن رأى تلك المرأة. قبل أن يجيب عاد ليدقق النظر في الصورة، ثم قال: أظنها ركبت معي قبل يومين، لست متأكدا من ذلك، ولكنني أظن أنها تلك المرأة الغريبة عن المدينة التي ركبت الحافلة في سوق ثلاثاء بن يوكيل. نظر إليه الضابط ثم سأله: ألم تنس شيئا آخر لم تقله؟ لا، لا أظن. ألست من سلم قسم الأشياء المفقودة محفظة تخص هذه المرأة؟ نعم، نسيت. هل قابلتها مرة أخرى بعد أن أركبتها في ثلاثاء بن يوكيل؟ لا يا سيدي، لم أرها منذ أن نزلت في شارع إغنيم. رأيتها تدخل زنقة سبتة، بعد ذلك لم أرها. المحفظة جاءني بها أحدهم في المحطة الأخيرة من الرحلة، وقال إنه اكتشفها في المقعد الذي كانت تجلس فيه تلك المرأة. سلمت المحفظة ولم ينقص منها شيء. علم الهاشمي أن المرأة تعرضت فيما يبدو لعملية اعتداء بعيد نزولها من الحافلة، وأنها تمكنت من التفلت من شخص خطفها، واكتشفت ممزقة ملابس مغمى عليها على الطريق المفضية إلى أولاد يحيى. أكد الهاشمي أن المرأة كانت وحيدة. ظن الرجل أن سبب استدعائه إلى الكوميسارية أن يدلي بما يعلمه عن تلك المرأة. أخلي سبيله وطلب منه أن يمثل فور استدعائه. كانت المرأة في حالة غيبوبة بالمستشفى.
كل شيء يتوقف عما ستدلي به. بعد يومين استعادت وعيها، ولما زارها من تولى التحقيق في حالتها أبلغته بأن الذي اعتدى عليها بدأ بالتحرش بها لما كانت في الحافلة بين ثلاثاء بن وكيل والفقيه بن صالح، وإن السائق يعرفه. أكد الهاشمي لما استدعي من جديد إلى الكوميسارية أن المرأة كانت الراكب الوحيد الذي نزل في شارع غنيم، وإنها لما دخلت زنقة سبتة لم يتبعها أحد. نفى السائق أن يكون لاحظ أي تحرش بها لما كان في الطريق من ثلاثاء بن وكيل إلى الفقيه بن صالح. كان في أقواله ما يدفع إلى تعميق البحث مع المرأة التي تدعى حادة الغزلون، لم يكن في أقوالها ما يدعم ما تدعيه. لم يغفل الباحثون وثيقة البيع التي تخص قطعة أرضية في دوار حماد عمر. كان البائع واسمه عبد الله الرحمني رجلا توفي منذ عامين. سأل الباحثون حادة القادمة من سطات عن سبب وجودها في ثلاثاء ابن وكيل. قالت إنها أرادت أن تطمئن على قطعة أرض اشترتها في دوار حماد عمر، فقد قيل لها إن أحدهم غير الحدود بينها وبينه. بيّن التحقيق أيضا أن المرأة لما عادت إلى الفقيه بن صالح مضت إلى قريب لها يسكن في زنقة سبتة، تم إرسال من يسأله عما تعرضت له حادة، ولكن الرجل نفى أن تكون جاءت إلى منزله ذاك المساء. وحين سئل عن موضوع الأرض التي اشترتها في دوار حماد عمر قال إن ورثة عبد الله الرحمني يطعنون في عقد البيع الذي تتوفر عليه حادة. تم توسيع دائرة البحث، وخلص المحققون إلى أن أحدهم اعترض طريق حادة لما عادت من سوق ثلاثاء بن وكيل وخطفها، زج بها في سيارة ثم مضى بها إلى بيت غير مأهول في أطراف المدينة. لم ترد حادة أن تكشف عن اسم الرجل، ولكن التحريات قالت إنه من ورثة عبد الله، وإنه كان يريد استرجاع العقد الذي تدعي بموجبه ملكيتها للأرض. كان محيرا تكتم حادة على اسمه، ولكن حيرة الباحثين لم تطل، إذ سرعان ما اكتشف أن العقد الذي جاءت به من سطات كان عقدا زائفا يعود تاريخه إلى شهر بعد وفاة عبد الله الرحمني.